السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام التربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرض رقم 2 لمادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للسنة الثانية إعدادي، إذن دوزيام أني كوليج. L'exercice numéro 1. Cochez la bonne réponse pour chaque question. Une seule réponse est valable. إذن هنا مطلوب أننا نوضعوا علامة على الإجابة الصحيحة، وقالوا لنا أن une seule réponse est valable، يعني هناك إجابة واحدة فقط صحيحة. يعني هنا ملي غادي نقراو هذه الجملة غادي نختاروا إجابة واحدة فقط. إذا واحد المسألة خصكم تعرفوها، أن ملي كتكون عندي هنايا الدائرة كيكون عندي الحق في إجابة واحدة، ملي تيكون مربع في بلاصة ديال الدائرة في هذه الحالة تقدر تكون أكثر من إجابة. إذا نبدأ على بركة الله. Au cours d'une combustion, le dioxygène est. خلال الاحتراق ثنائي الأكسجين est. يعني واش ثنائي الأكسجين combustible، يعني الجسم المحرق، أو بيان كومبيغون الجسم المحرق، أو بيان لاغ. إذا الإجابة الصحيحة هي لو ديوكسيجين إي لو كومبيغون. لو دو شو مونتخ ليكزيستونس دو، يعني ماء الجير يثبت وجود لو ديوكسيد دو كربون ثنائي اكسيد الكربون، لو بوتان يعني البوتان، لو كربون يعني الكربون. ماء الجير قريتوها حتى في ماده علوم الحياه والارض، ملي كنستعملوه في التجارب كيتبت وجود ماذا؟ وجود ثنائي اكسيد الكربون. إذا الإجابة الصحيحة هي ديوكسيد دو كربون. لاغ كي كونستيتو لاتموسفير إتا، الهواء الذي يكون الأتموسفير، هل هو كور بور جسم خالص، أو بيان سيتان ميلونج يعني خليط، أو بيان كور بور كومبوزي جسم خالص مركب. إذا كنعرفوا أن الهواء هو عبارة عن خليط يتكون من مجموعة من الغازات، دونك سي ان ميلونج دو بليزيور غاز. لا ديمونسيون دو لاتوم اي الاوردر دو، اذا حجم الذرة واش واحد نانومتر، واحد سنتيمتر، او بيان واحد متر. اذا حنا كنعرفوا ان كتكون صغيره، لاتوم كتكون صغيره بزاف، وبالتالي غادي نختاروا لونيتي اللي غادي تكون صغيره اللي هي النانومتر. اذا 1 نانومتر. دونك اون باس على دوزيام كيسيون. ريبوندر بار فري او فو. اون peut observer l'atome à l'œil nu. هنا مطلوب اننا نجاوبو بصحيح او خطا. دونك هل يمكننا رؤيه الذره بالعين المجرده؟ اذا لا، حنا قلنا انها كتكون صغيره جدا وبالتالي لا يمكننا ان نراها بالعين المجرده. دونك اون فا ايكريغ ici faux. Un corps pur simple est constitué par des atomes identiques. إذن هنا الجسم الخالص البسيط يتكون من ذرات متشابهة. إذن بما أنه un corps pur simple، donc c'est vrai. On modélise les atomes par des sphères de couleur et taille différentes. إذن هنا نمثل الذرات بدوائر ذات لون وحجم
مختلف. إذا نعم صحيح، كل حاجة عندها الحجم ديالها وكل حاجة عندها اللون ديالها. Au cours de la combustion incomplète se produit quatre corps différents. خلال الاحتراق الغير الكامل ينتج عنه تكون أربعة أجسام مختلفة. إذن سي فغي، الأجسام هي لو سي او 2، H2O, le carbone et monoxyde de carbone. La troisième question, remplir les vides par l'expression convenable. On va remplir les expressions qui sont ici. Donc on a flamme bleue, l'héb azraq, on a molécule, jouzéa, indivisible, غير قابلة للتقسيم, différents, مختلفه, ouverte, مفتوحه. Donc un atome est la plus petite particule, يعني هنا الذره هي اصغر جزيئه de matière. Donc indivisible, هنا غادي نكتبو حيتاش الذره هي اصغر جزيئه غير قابله للتقسيم. Donc, indivisible. Une est un regroupement de plusieurs atomes identiques. Idem, c'est jamais عدة ذرات متشابهة. Une molécule. Donc, هنا غتكون عندنا une molécule. يعني جزيئة هي أو هو تجمع عدة ذرات متشابهة أو مختلفة. liée entre eux يعني كتكون مرتبطة مع بعضها البعض. quand la virole est il y a assez de dioxygène, يعني عندي واحد لو ديوكسيجين الكافي او الاكسجين الكافي. اي اوفرت، دونك ملي كتكون مفتوحه. لو بوتان برول افيك اون نون اكليرونت، اذا البوتان يحترق، اذا هنا عندي فراغ. نون اكليرونت غير مضيئه، دونك فلام بلو افيك اون فلام bleu non éclairante. On dit que la combustion complète. اذا نقول ان الاحتراق كامل. ننتقل الان للتمرين الثاني. Au cours de la combustion du méthane dans une quantité importante de dioxygène, il y a l'apparition de dioxyde du carbone et l'eau. Et dans خلال احتراق الميثان في كمية مهمة من الأكسجين يظهر ثنائي أكسيد الكربون والماء. On va répondre ici aux questions. عندي مجموعة من الأسئلة اللي خصنا نجاوبوا عليها وعطينا حتى لا جوستيفيكاسيون. Bon. Est-ce que la combustion complète ou incomplète? إذن هنا مطلوب هل الاحتراق كامل أو غير كامل؟ إذن شنو نتج على هذا الاحتراق ديال الميثان؟ لاباريسيون يعني ظهور ماذا؟ ظهور ثنائي أكسيد الكربون والماء، وبالتالي فالاحتراق هنا كامل. دونك ici on va dire la combustion est complète. La justification. هنا مطلوب منا علاش؟ علاش عطينا هاد لا ريبونس؟ غادي نرجعو لي دوني ديال ليكزارسيس، يعني المعطيات ديال التمرين. دونك باش نجستيفيو غنقولو باسكو لي برودوي كي أباغيس سون لي برودوي
d'une combustion complète. Donc, parce que les produits qui apparaissent sont les produits d'une combustion complète. Il y en a donc si vous les produits grande quantité de CO2, l'oxygène et l'eau. Deux, quels sont les deux corps existants avant la transformation? إذن ما هي الأجسام التي تكون عندنا قبل التحول؟ إذن شكون اللي تيكون عندنا في الأول قبل ما يوقع واحد التحول كيميائي؟ إذن كيكون عندي لو ميتان، غاز الميتان، أو بيان غاز دو ميتان، إي O2, le dioxygène. 3. Quels sont les deux corps existants après la transformation? Et donc, شنو هما les corps ou les أجسام اللي كتولي عندنا بعد التحول. Et donc, هاد شنو كينتج عليه ملي كيتفاعل الميثان مع الأكسجين كيعطيونا ثنائي أكسيد الكربون يعني ديوكسيد دو كربون CO2 أو بيان ديوكسيد de carbone ou kiatéouna l'eau H2O. 4. Écrire l'expression de la transformation chimique. Hna mtloub menna annana nksbou tahawul kimiaï. Donc on va écrire méthane. Ah, bien sûr le méthane ou CH4. CH 4 بلس يعني شكون مع من كيتفاعل مع ديوكسيجين ديوكسيجين اللي هو O2 كيعطينا ديوكسيد دو كربون يعني CO2 ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 بلس H2O دونك لو سي كلير او بيان غتكتبو سوا غتكتبو بحال هكدا سي اش 4 بلس او 2 كتعطينا سي او 2 بلس اش 2 او او بيان ميثان بلس ديوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون بلس لو. موديليزي لا ترانسفورماسيون بار لو موديل موليكولير. اذا هنا هادشي اللي هاد لا ترانسفورماسيون اللي كتبناها هنايا خاصنا نحولوها على شكل رسم يعني غنعطيو هنايا واحد لو موديل. دونك اول حاجه عندي اول حاجه كتبنا هنا هو سي اش 4 الميثان هنا غادي نجيو نمثلوه دونك سي اش 4 يعني غادي نجي هنا غنمثل الكربون مرتبطين مع الهيدروجين بلس دا الاكسجين غنمثلو هكذا اذا هاد التفاعل غينتج عليه ظهور ثنائي اكسيد الكربون عندنا الكربون هنايا غندير نفس اللون ما غنبدلوش الالوان خصنا نحترمو الالوان التمثيل مع الأكسجين
بلس زائد جزيئات الماء، فيها الهيدروجين جوج وفيها أكسجين واحد. إذن هنا عطيتو خليتو هنايا ترونسبارون بالنسبة للهيدروجين، إذن ما ملونتوش. إذن هنا ضروري أنكم تحترموا الحجم وتحترموا أيضا اللون. إذن ننتقل الآن لخامسا أو للسؤال الأخير، كيلي لو تيست كي مي أون إيفيدونس ليكزيستونس دو كاز دو ديوكسيد دو كربون؟ إذن شكون اللي كيكشف لينا عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون؟ إذن هو ماء الجير، ملي كنستعملوه في تجربة معينة فهو كيكشف عن وجود ثنائي أكسيد الكربون، إذن لو دو شو. وملي كنستعملوه في التجربة إلى ماء الجير أصبح عكير، دونك سنقولوا ان كاين تواجد ديال ثنائي اكسيد الكربون. الا بقى ماء الجير صافي يعني ما تغيرش اللون ديالو، سنقولوا ان لا يوجد ثنائي اكسيد الكربون. دونك اون باس على ليكزيرسيس نيميرو 3 sur un article tu as trouvé les compositions de l'air comme montre le tableau. إذن فواحد المقال لقيتي مكونات ديال الهواء اللي كاينه في هذا الجدول هذا. دونك هنا عندي لا كومبوزيسيون وهنا عندي البورسنتاج ديال كل مكون كيميائي. دونك لا بروميير كيسيون مي لي كومبوزيسيون دو لير دون لو كا كونفينابل. دونك هنا عندي واحد الجدول فيه لاتوم، لا موليكول سامبل، la molécule composée. إذن هنايا الدرة إلا جينا نشوفو هنا الجدول هي AR et NE، دونك هادو عبارة عن درات. إلا بغينا نستخرجو من هنايا اون موليكول سامبل، واحد الجزيئة فيها درات متشابهة N2 هي فيها جوج، يعني عندي جوج ديال N، هنايا O2 يعني عندي جوج من O يعني متشابهين، عندي O O، هنا عندي N N، سي تو. دونك اون N2 اي O2. موليكول كومبوزي جزيئة مركبة. إذن غنجيو نشوفو هنايا عندي سي اش 4، هنا عندي الكربون وعندي الهيدروجين، هنايا عندي سي او 2، هنا عندي الكربون وعندي الأكسجين. إذن هادو سو سون دي موليكول كومبوزي. دونك اون فا إكخيغ إيسي سي اش 4 و إيسي سي او 2. دونك 2 اون كونسيدير كو لاير نو كونتيان كو 80% دو ديازوت و 20% دو ديوكسيجين، كومبيان دو موليكول de dioxygène existe dans le cadre coloré en rouge. Et dans cette semaine, قالوا لنا أن الهواء يتكون من 80% من ديازوت و 20% من ثنائي الأكسجين. إذن المطلوب شحال من جزيئة عندنا ديال ديوكسيجين أو ثنائي الأكسجين في هذا الكادر. إذن غادي نشوفو تو دابور العدد ديال لي موليكول اللي عندنا هنا، يعني خصنا نحسبو التوتال، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش طناش تلتاش ربعتاش خمسطاش. دونك هنايا عندي كانز موليكول، أون كانز موليكول دون لو كادر. دونك On a 15 fois. يعني غنشدو هذاك العدد اللي حسبنا غنضربوه في 20 البورسنتاج ديال ديوكسيجين وغادي نقسمو على 100.
غتعطيني 3، يعني عندي 3 موليكول دو ديوكسيجين. دونك دابخي لي ريزولتا اون ا 3 موليكول دو ديوكسيجين. كولوريلي اون روج، ده هنا مطلوب اننا نلونهم باللون الاحمر. دونك فوالا لا موليكول الاولى، لا دوزيام موليكول، اي لا تخوازيام موليكول. دونك كنكونوا قد انتهينا من تصحيح نموذج الفرد الثاني الدورة الأولى لمادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للمستوى الثانية الإعدادي. إذن غادي تلقاو الفرد في صندوق الوصف إلا بغيتو تاخدوه على شكل PDF أو لا على شكل وورد، وأيضا غادي نقومو بتنزيل نماذج أخرى. لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. كنتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء.